في سنين جميلة حلوة تزاملوا في الخدمة، أبونا بشوي مع أبونا الحبيب أبونا تدرس وأبونا لؤة، نصلي لأجل ربنا يتمم شفاءه الخير، وأبونا متى وأبونا جرجس وتباعا كل الآباء. شاركت مع كل هؤلاء الآباء الخدمة الجميلة في هذه الكنيسة المباركة. دلوقتي نسمع كلمة معزية من أبونا الحبيب أبونا القمص تدرس يعقوب. واحد أمين. أحبائي، طبعا عايز أقول الليلة دي من أول الليل لغاية 5:30 الفجر المكالمات لا تنقطع، والطابع بتاعت المكالمات سواء من كهنة أو من الشعب طابع الفرح. قالوا هي احنا حاسين ان ده يوم عرسها بالمسيح يسوع، وذكرتني هذه النياحة بالاخت المباركة، بنسى الاسماء ما هي مش مع السن، اللي هي المدام فوزية، كنت بزورها في اللحظات الاخيرة من نياحتها، فطلبت جوزها قالت له عايزك توعدني، فقالت لي بص يا ابونا انا مش عايزه الجنازه تكون في المدافن، مفيش بني ادم يحضر غير جوزي لابس البدله بتاعت الزفاف بتاعته عشان ارحل الزفاف بتاعي، مش عايزه كهنه، كاهن واحد بس تحضر وشماس واحد، مش عايزه اكتر من كده. صدقوني أحبائي أنا تأثرت طبعا جدا، هو بكى وقعدت مع الأبهات اللي هنا قلت لهم يا ريت نعمل وصية كلنا ككهنة، تبقى وصية بقدر الإمكان أن نياحة الشخص تشهد للمسيح قبل كل شيء. ماري يشوع ابن سيراخ كتب كلمة شغلتني قوي لسنين سنين الأخيرة، بيقول أن المؤمن لا يعرف الشيخوخة، المؤمن لا يعرف الشيخوخة، وما فيش حاجة في الكنيسة اسمها واحد يطلع على المعاش، لا أسقف ولا بطرك ولا كاهن ولا شماس ولا المؤمن العادي، لغاية النفس الأخير لا يفارقه منظر اللقاء مع المسيح في الفردوس. الحقيقة تسوني أنجيل، يعني أنا طبعا لي 8 سنين بره المنطقة، وتوقعت أن أجي عليها تعبانة أو غيره زي ما بسمع وأنا هناك، لكن فوجئت أنها كما هي في خدمة مدارس الأحد لا تنحرف يمينا ولا يسارا عن العمل الروحي، لا تدخل في مشاكل الكنيسة ولا تدخل في سياسة الكنيسة ولا تدخل في سيرة كاهن أو بطرك أو أسقف أو أي حاجة، هو الموضوع اللي شغلها الولاد دول وهي يعيشين مع ربنا. صورة جميلة الحقيقة تشهد للكلمة بتاعت يشوع ابن سيراخ، أن الإنسان المسيح المؤمن الحقيقي يبقى للنفس الأخير ما فيش شيخوخة لكن دائم الالتصاق بربنا. الحاجة الثانية أيضا أحبائي في حياة تسوني أنجيل، لما هم طبعا سنة 70 راحوا أمريكا أول كاهن ينتدب من هنا، كان في قبلهم اترسموا 2 بس أول واحد يعني حول منطقة، مش بس منطقة كاليفورنيا لكن كان ليه تأثير على أرض المهجر هو وأنجيل في الفكر الروحي السليم، وكان بيتحدى الناس اللي يقولك احنا في أمريكا دي ما تناسبناش، أثبت ليهم أن المسيح أينما وجد يعطي نجاحا. وأرى في تسوني أنجيل الإنسان المحب للتسبيح، المحب للإنجيل، المحبة لخلاص كل نفس.
أرجو اللي يحب يقدم هدية ليها مش حضورنا الكنيسة ولا الكتابة في أي مكان، لكن نعيش زي ما هي عاشت. بتذكر الكلمة اللي قالها القديس يوحنا الذهبي الفم لما كانوا ينفعلوا جدا ويسقفوا من كتر التأثير، وكان بيعز بين 3 أو 4 مرات في الأسبوع، وييجوا عدد كبير حتى من خارج القسطنطينية العاصمة. ففي مرة واقف كده قال لهم: بتسقفوا ليه؟ أنا هقول لكم تسقيف يفرح السماء ويفرحني ويفرحكم. دموع التوبة بتاعتكم هي التسقيف ليا. دموع التوبة وعشرتكم مع ربنا هي اللي تفرحني. ومرة الحقيقة ما بنساش كلمة نيافة الأنبا سرابيون في كاليفورنيا. كنا قاعدين وكان في اجتماع الكنيسة ضخمة أو كل كاليفورنيا يعني، وبعدين قال أتكلم، فقلت لهم أنا أحب أسأل سؤال قبل ما أتكلم: يا ترى مين أسقف كاليفورنيا؟ فالكل بص الأنبا سرابيون هو الأسقف. فواحد قال: طبعا أنبا سرابيون. قلت له: لا. قلت له: سؤل القديس يوحنا ذهبي الفم، فقال: أنتم الأسقف. الطفل الصغير اللي كلم طفل عن المسيح يمثل الأسقف، والست اللي تروح تشتري حاجة فتقابل واحدة زميلتها وتكلمها عن المسيح تبقى قامت بدور الأسقف، والشاب اللي دخل الكلية ولقي شاب واهتم بخلاص نفسه يبقى هو الأسقف. ولذلك كان ذهبي الفم دايما يتكلم عن الأسقف هو الشعب كله، الشعب كله من الطفل الصغير حتى الرضيع لغاية لحظة الانتقال. عايز أقول خدمتنا يا أحبائي مش بترتبط لا بمركز ولا بدرجة كهنوتية ولا بشيء، لكن ترتبط بالقلب الملتهب بحب ربنا. أذكر نيافة الأنبا، ما هي مش سامحوني في تذكر الأسماء، أنبا هو كان مكرم اسكندر، أنبا بشوي. لما ترسمت كان اسمه مكرم اسكندر، قال لي: ابونا ممكن تيجي تزور جدتي من مامتي وجدتي من بابايا. مش هدخل في كل القصة، لكن دخلت عند واحدة منهم وهو واقف ولا تيتا: ابونا تدرس جاي عشان يكلمك، نفسه يجيب لك تتناولي. وهي قاعدة تقول ترى ايه مزامير مزامير مزامير، يا تيتا ده ابونا فلان. ما فيش لا ابونا ولا علان، اللي عاشت فيه طول النهار مزامير، حتى النفس الأخير لم يتفارقها المزامير في اللحظات اللي فيها سلمت الروح. احنا أحبائي حتى لو الإنسان، في ناس كتير يقول لك ربنا يستر ما يجيش الزهايمر، ما يجيش للإنسان اللي عايش مع المسيح. حتى لو جه هيفكر في السماء ويسكر في الأبدية، فكر في المزامير. لذلك أقول احنا بنهنيها انها مثل جميل، وطبعا العيلة بتاعتها دي تعتبر يعني عيلتي انا اعرف طبعا اخواتها وهم كنا مع بعض في محرم بيه، لكن انا بقول لهم من كل قلبي بهنيكم لهذه الاخت اللي طلعت شفيعة مش عن الأسرة، لكن شفيعة عن الأسرة اللي تمتد من مشارق الشمس الى مغاربها ومن آدم إلى آخر الدور. الإنسان الروحي الحقيقي أسرته هي البشرية كلها، وطول النهار يفكر في خلاص الناس، وأيضا عندما يخرج من العالم زي ما قال القديس جيروم الممكن بولس الرسول اللي كان يشتهي الموت من أجل خلاص كل إنسان، ويقول: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. هل ممكن هو قدام المسيح ما يصليش من أجل البشرية؟ مش ممكن. ربنا يدينا يكون لنا أصدقاء على الأرض وأيضا في الفردوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. بالفكر